في تقليد سنوي شارك فيه مئات آلاف الزوار شهدت العتبات الدينية في كربلاء تبديل الرايات الحمر إلى اللون الأسود إذانا ببدء عام هجري جديد. الأجواء بدت مختلفة لهذا اليوم الأول من شهر محرم، حيث اتشحت الشوارع بالسواد إلى جانب نصب مواكب خدمية تقوم بتقديم احتياجات الزائرين من مأكل ومشرب. وجبات متفرقة، الصبح وجبة ريوق للزوار، أكو ماي شاي خلال هاي النهار متوفر، الغداء والعشاء باستمرار إن شاء الله. واحد محرم في كربلاء خالد، هاي الخدمة تستمر 40 يوم، أكل وشرب وأهلا وسهلا، والناس تجي ملايين الكربلاء والطب. حكومة كربلاء المحلية وضعت خطة تشارك فيها جميع الدوائر الحكومية والفرق التطوعية استعدادا للأيام المقبلة التي تشهد توافدا مليونيا، فيما أكدت كربلاء حاجتها إلى جهد ساند من الوزارات والمحافظات المجاورة لمنع حصول تقصير في إنجاح خطة شهر محرم. بدأنا بتنفيذ بالتقديم الخدمات منذ اليوم الأول لمحرم. الحرام تنزل المواقف في محافظة كربلاء، وبالتالي تحتاج إلى خدمات سواء الماء، المجاري، الصحة، الكهرباء، كل دوائرنا هي معنية بتقديم الخدمات. تمت مفاتحة الوزارات المعنية أيضا بتقديم الإسناد إلى المحافظة سواء فيما يخص النقل أو فيما يخص خدمات البلدية. وتشهد كربلاء منذ عدة أيام إجراءات أمنية استباقية ممهدة لخطة واسعة يشارك فيها آلاف العناصر من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، تنطلق قبل زيارة العاشر من محرم، فيما أكدت شرطة كربلاء إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالإرهاب. هناك إجراءات استباقية بشكل مستمر في الزيارات، وفعلا كان لدينا حصيلة جيدة من هذه الإجراءات. ألقي القبض على مجموعة من المتهمين المطلوبين وفق الجرائم الجنائية وكذلك الإرهابية. بالنسبة للمنطقة الغربية دائما يحسب لها الحساب كون تنظيم داعش يحاول التسلل من هذه المنطقة بالتحديد. الإجراءات الأمنية والخدمية هنا تأخذ منحا تصاعديا، حيث تشهد المحافظة توافدا كبيرا من داخل وخارج البلاد تصل ذروته عند العاشر من محرم، موعد الاستنفار الكامل لكل الطاقات الحكومية والشعبية. من كربلاء ميثم الجناحي، الحرة.